بحر قباب السفارة قلناها سابقا الدار مربع دار مربع. صلى صلتم وإن كنتم في دور المشيدة وأبراج المشيدة. لبيك يا خميني هل من ناصر حزب الله؟ لبيك يا رسول الله هل من ناصر حزب الله؟ لبيك يا رسول الله. عاش الإمام الخامنئي. إذا نزف دم من عندكم تشفى الدنيا. ارحل فالصفحة مطوية شبان شيب قالوها ونساء صرختهم حية حتى الأطفال هنا هتفوا فقضيتنا إنسانية هيهات الذلة نعلنها لا ظلما بل إصلاحية فكرامة أهلي وبلادي فوق الأهداف الشخصية وبعين الله يا وطني ارعى يا أرض القدسية فكرامة أهلي وبلادي فوق الأهداف الشخصية وبعين الله يا وطني ارعى يا أرض القدسية العرض يسود به أبدا لا ظلم به وعبودية وطن من يحكمه خدمت